بعض الكمامات وبعض المطويات للتحسيس من الوقاية من فيروس كورونا. نمدوا لها قينا على الوقت. يغتنم أعوان الجمارك الفرصة في هذه المناسبة مع أعضاء المنظمة الوطنية للشباب والشغل وترقية المواطنة للمشاركة في العملية التحسيسية ضد انتشار فيروس كورونا، وهذا من أجل توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الوقائية، وذلك من خلال توزيع مطويات مصممة خصيصا وشرح مضمونها، هذا بالإضافة إلى توزيع الكمامات الواقية. الشعب الجزائري في يوم العيد خصيصا أنه يقعد في داره، يقعد في دارك يوم العيد، سلامتك وسلامة وليداتك. مسافة أمان إن شاء الله باش نتعاملوا جميعا ونقطعوا هذا الوباء.